Mexico. وصلنا المكسيك بالتحديد شاطئ تواتلكو بالمكسيك. شنو معنى مدينة تواتلكو؟ أول ما وصلها واحد من القساسوة من أسبانيا من الديانة الكاثوليكية حط خشبة بالمكان اللي يبون يتعبدون فيه. فتالي يو أهل القبائل الشعبية اللي كانوا موجودين هني وسموها المكان اللي يعبد فيه الخشب اللي هي بالأسباني تواتلكو. ناخذ لنا جولة بضواحي تواتلكو. للأمانة المدينة جميلة بس لأن احنا فصل الخريف الجو جدا حار، توصل درجة حرارة 36-40، فيعني الوضع النهاري حق سباحة بحر، المسائي لا الحياة وايد حلوة هني. صرصور؟ الصرصور المبشور والبودرة؟ والله الحين بنجرب الصراصير المكسيكية. بسم الله. طعمه صرصور بس مع ليمون حلو، يعني عادي يكون هذا مع تورتيه وجبن. هذا تعتبر وجبه. That's a mole. Black mole. Okay. And red mole. هذا الحين تورتية الحشرات مع الخلطة المكسيكية. احلى حشره كانت في حياتي. عندهم شغلات غريبه، يعني فجاه طلعت لنا عقرب صجي حي. هذا يستخدمونه يحطونه مع المشاريب. شنو يسوي بالضبط ما ادري، بس انه يشربونه. هذا مشروب الدوده. تواتلكو تعتبر مدينه سياحيه 100%، فيها اكثر من 35 شاطئ، وتشتهر بشنو؟ منتجعات الحلوه. طبعا الأكلة الشهيرة الموجودة في المكسيك شنو هي؟ هي التاكو. فالحين راح نجرب التاكو المكسيكي. أولا. وصلنا مدينة بورتو فيارتا في المكسيك. ليش هالبطاقة؟ لأنها تعطيك أعلى نسبة كاشباك في الكويت، توصل ل 1000 دينار كويتي مقابل كل عملية شراء تسويها، راح تحصل على 10% نقاط سواء بالكويت ولا برا. حاليا قاعدين نتمشى في مدينة فيارا بوريتو. لا مدينة ثانية هذه. لا هو نفس المدينة بس هذا شاطئ ثاني. لا ها وين، يمين ولا يسار؟ We are following you. Yeah, are we going right or? Okay, okay. زين الحين احنا وين؟ بورتو فاليرتا. بورتو فاليرتا. بورتو فاليرتا. المدن الساحلية هذه اللي موجودة على المحيط الهادي المكسيكية تعتبر جدا سياحية. الأجواء فيها جدا جميلة، المطاعم، المنتجعات، البحر، الأكتيفيتيز. المدن الساحلية الموجودة في المكسيك تعتبر سياحية درجة أولى من ناحية مطاعم، منتجعات، أنشطة ممكن الواحد يسويها، مو بس حق الناس العادية، حتى أكبر مشاهير هوليوود كانوا يجون هني. كاميرون دياز، جورج كلوني، الكارداشنز، كلهم صيفهم وإجازاتهم موجودة هني بكابو سان لوكاس. يعني مثلا اليخت هذا مال مارك زكربرغ مؤسس موقع فيسبوك. هذه الأجواء بالمكسيك. Guantanamera.
اكثر اكله تشتهر بالمكسيك شنو هي؟ تاكو طبعا. تاكو الحين راح نجرب. طلبنا تاكو دياي، تاكو لحم. انا ما راح اقول تعليق، ما راح اقول. مرات التعليق انتقاص حق الاكل هذا. نبلش يومنا برحله بحريه في القارب. اسمه اي قارب؟ القارب شنو؟ القارب الشفاف. روح يا جماعه، التجربه قويه. تخيلكم قارب شفاف، شنو تحتكم؟ شوف والحين احنا مع اهم معلم موجود في كابو سان لوكاس. طبعا من اقوى التجارب اللي ممكن تسوونها ان تأجرون القارب الشفاف الزجاجي في مدينة كابو. السؤال يقول: المكسيك هل هي سياحية؟ نعم. هل هي خطرة؟ لا، ولكن في بعض المناطق اللي تكون فيها صراعات العصابات والكارتلز اللي عندهم، تكون صراعات بينهم ممكن تأثر على الناس المدنيين، عشان كذي الناس تتحاشاها، ولكن المدن السياحية اللي فيها آمنة جدا جدا. Gracias amigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? روح. Hasta la vista. Allah, hasta la vista. Adiós.